مرحبا. اهلا. كيفك؟ اهلا. كيفك؟ ما كان عندك فارس وجاي فارس. ايه معه انا رح تاخذ لك موعد. لا ايه تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. اول ما جيت لعندنا فارس دقنا عليك. اه والله. كيفو فارس؟ منيح. ماشي صار واصل انا. ساكن هو بالمنطقة؟ بالظبط. عجا انت وجاي شوي بس انا هلا مضطر عندي موعد مضطر اظهر انه بس جاي عندي معلم كثير قوي جايبه من ايطاليا يوم يكون شاطر ايه كثير شاطر يلا دقيقة بس روبيرتو ايه حبيبي بدي اعزبك مو معروف تمل بالشب على ذوقك مرحبا هلا كيف؟ منيح؟ شو كيف حالك تعمل؟ أنا بخفف عجوان شوي بخلي يا زلمة مش طايق الشغل كله بمرتع فيك يا زلمة كله بتشتغل بتتعب بتركض بتتعلم أحلى شغلة ما حدا عاجبه شيء وين ما كان هيك وين ما كان يا زلمة عرفنا حياتنا عرفنا حياتنا بالمصلحة العراقية كيف قلت لك؟ خفيف شوي عجوان من فوق مثل ما أنا تزبيط بعمل لك قصة كتير قوية شيء حلو هيدا آخر شيء قصيتها كنا بالهند رحلة قصيتها لشاب طلعت كتير حلوة مان شو عم تحكي؟ والله العظيم هلا شوف شو بدي يصير بس الشغل ما بقى ينشغل مع حدا ما قرف 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 كله قرف تقوم قرف قصة هون؟ اه شوف هون الشباب كتير بس هديك شغلة حتى بدنا نعملها بطريقة انه ما بعرف انا غلط شو؟ ما عم تقول بغلط يا زلمة انا بدنا نظبطها هلا في شو بنعمل الله هلا شو عم تعمل؟ شو هذا؟ هلا قصدي شو هذا؟ روح خلي احسن سوري حبيبي بس عم بقول وعدتك اول فيك مقلب يا حبيبي لا تزعل احلى قصة